اليوم شارك هذه القيمة حول المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كما قلت في مداخلتي اليوم، صحيح يجب أن نقف وقف احترام وتقدير وامتنان واعتراف بمجهودات المرأة المغربية والمرأة المرتدية خاصة، لكن يجب كذلك أن نلامس واقع المرأة المغربية وواقع المرأة المغربية. بطبيعة الحال نقف وقف احترام وتقدير وإجلال المرأة الفلسطينية اليوم وننادي الإنسانية العالمية من أجل يعني الانتفاضة، ومن أجل يعني الوقوف مع المرأة الفلسطينية. العنف ضد المرأة اليوم ظاهرة لسميتها اللي هي وباء اجتماعي، وليس بظاهرة اجتماعية. نظير الأرقام المخيفة اليوم المصرحة وفق مصادر اللي هي رسمية، فالتزايد والتضاعف والمضاعفة ديال الأعداد ديال الضحايا العنف ضد المرأة في تزايد خطير جدا، خاصة في الوسط المدرسي، خاصة في الوسط الشغل أو الفضاء ديال العمل، خاصة في العنف المنزلي. تعرفنا كذلك على أن العنف ليس العنف الجسدي فقط، بل هناك عنف رقمي، عنف اقتصادي، عنف جنسي، عنف نفسي تتعرض للأمهات والفتيات المغربيات التي تكابد من أجل أنها تكون هي العماد للمجتمع، وهي كذلك. كذلك مناسبة لمناشدة السلطات المنتخبة والمعينة والمجتمع المدني وكل المتدخلين من أجل إيجاد حلول جريئة، حلول واقعية، خاصة في إحداث دور الإيواء بمنظور قانوني، بمنظور اجتماعي مجتمعي، وفق مشروع مجتمعي مندمج. وزارة الصحة من خلال المؤسسات الخارجية ديالها أو المؤسسات الاستشفائية نوفر كذلك كل الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف. هناك خلايا، هناك وحدات للتكفل، هناك وحدات للتكفل للنساء ضحايا العنف. بالمناسبة أشيد بالدور ديال المساعدات الاجتماعية على مستوى قطاع الصحة، وكذلك الممرضين والأطباء على المجهودات ديالهم للتكفل بهذه الحالات. لكن هناك إكراهات متعلقة بالتكفل بهذه النساء داخل المستشفيات، خاصة فيما يخص المواكبة النفسية، المواكبة الاجتماعية، الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. كذلك ننبه على أساس، وهي إشارة وهي رسالة، خاصة في ظل تطور المجتمع فيما يخص العنف الرقمي الذي أضحى يعني يزلزل اليوم المجتمع المغربي والعالمي بصفة عامة، وخاصة المجتمع المغربي. دور المعلم ودور الأسرة، بهذه المناسبة أشيد بالدور المعلم ودور المدرسة المغربية في نشر ثقافة المحاربة للعنف ضد النساء. فأقول في هذا اليوم العيد الأممي لا للعنف ضد المرأة، نعم لمساندة المرأة، لخلق فضاء لها باش تشارك وتكون يعني كقاطرة أساسية في المجتمع، في المشروع المجتمعي اللي كيحضو صاحب الجلالة نصر الله. وشكرا وسلام. بمعنى العنف اللي ديكلاغي، كنهضر على اللي ديكلاغي اللي مصرح به داخل المنازل، عنف منزلي كاينو 50.1%. فضاء الدراسه اللي نورمالمون هو واحد الفضاء ديال التربيه، ديال التكوين، ديال التوعيه، ديال البناء، كنلقاو فيه 19% من العنف. فضاء المدرسه، دور المؤسسات التعليميه مهم جدا، دور ديال الاساتذه اللي بالمناسبه كنحييهم، دور ديال المعلمين، التربية والتكوين مهم جدا. فضاء العمل، تفتيشية الشغل، دور ديالها مهم جدا. أرباب العمل، طرد التعسف من العمل، الابتزاز، التحرش الجنسي، إلى غير من المعاناة الشديدة جدا واللي كيلامس هذه المعاناة، خاصة احنا في قطاع الصحة اللي كيجيو الناس اللي سيكولوجيكمون مدمرين